صباح النور الإخوة الأخوات. في هذا الفيديو يعني باغي نشرح مزيان هاد القضية ديال التحاليل، لأن بزاف الإخوان كيسولوني والأخت سمية من وكالة الأصفار أرغانيا ترافيل يعني مشكورة، غادي تشرحكم مزيان وبالتفصيل يعني بطريقة جد مبسطة، وغادي تفهموا مزيان الطريقة والأماكن والطريقة كيفاش نحصلوا على هاد التحليلة وبثمن 135 الأورو. يعني خليكم معايا وغادي تسمعوها مزيان في واحد الأوديو طويل كتشرح هاد القضية هادي كاملة. كذلك أخوتي ما ننساوش الأخوات ديالنا المغربيات يعني العالقين في سبتة ومليلية، زعما الصراحة والله العظيم إذا راه جريمة في حق الإنسانية هادشي اللي واقع في سبتة ومليلية، جريمة يعني في حق المرأة المغربية. هادشي هذا بزاف، لان هاد الناس هادو كانوا صابرين وساكتين، ولكن يعني كانوا صابرين وساكتين مونسين، لان الحدود كانت مقفوله على كل شيء، كانوا مونسين بهاد الناس هادو كاملين يعني بحالهم بحال هاد الناس، ولكن الالم ديالهم تزاد مي شافوا الحدود تحلت على الناس ديال اوروبا والعالم كامل، يعني اللي عنده في الامكان ديالو يدخل راه غادي يدخل، وهما لا، هما يعني حاله استثنائيه، هما ما يقدروا لا يجوزوا من هنا يعني يدخلوا، هذا لان ما عندوش الوريقات، ما يقدروا يدخلوا المغرب في الباب لان شادين الحدود، ولهذا خص لابد حل هاد النساء هادو يعني في القريب العاجل، لان عيد الاضحى على الابواب، وعيد الاضحى كما كنعرفوه هو يعني اكبر مناسبه يعني دينيه. كذلك واحد السيد حاصل هنايا في اسبانيا كيطلب منكم انكم اذا كان في المقدور ديالكم تعاونوه، لانه هو حاصل هنا في اسبانيا ما عنده حتى شي فرانك، اذا كان فتحوا على حساب الخزيرات كان امكانه يمشي يتسلف هذا، ولكن على 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 فرنسا الامور غاليه وغاليه بزاف، دخل فيها التحليله دخل فيها الباطو يعني 3000 اورو الفوق، لانه هو والعائله ديالو هو والزوجه ديالو ثلاثه الوليدات. غادي نخلي لكم الرقم الهاتف ديالو والداتوس ديالو اذا كان امكان ديالكم تعاونوا اخوتي. السلام الله عليكم الاخوه الاخوات، معكم عثمان برسيونا من جديد في موضوع جديد. اخوتي واتاتي كما العاده نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اخوان اخوات اللي كيشاهدونا لاول مره ما تنساوش تجيو معنا القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي كما قلتكم في المقدمة، اليوم معنا الأخت سمية من وكالة الأصفار أرغانيا ترافيل، اللي غادي تشرحنا مزيان وبالتفصيل وبطريقة جد مبسطة باش نفهمو كاملين، لأن واحد 50-60% ديال الأسئلة عندي في الواتساب كيسولوا على الطريقة ديال التحاليل والمشكل ديال الوقت ديال 48 ساعة، ولهذا الاخت سميه في واحد الاوديو فيه واحد 5 دقائق غادي تشرحكم مزيان، تصنتوا مزيان وغادي تفهموا، اللي بغى يفهم يتصنت راه غادي يفهم. نخليكم مع التسجيل الصوتي ونرجعوا من بعد. عليكم، معكم سميه الجسولي من وكاله الاصفار أرغانيا ترافيل. وكالة الأصفار موجودة في إشبيليا سيفيا في أندلسية. المهم أنا قررت ندير هذا الأوديو، طلبوه مني بزاف ديال الناس باش نشرح لهم من هالسي عثمان على واحد الفويتو كنوصل بزاف ديال الناس اللي تنهضروا فيه على سبيسيال كوفيد بولتا أمارويكوس ديال فيه بويلوس وتست الكوفيد. المهم أنا أول حاجة اللي بغيت نشرح هو القضية ديال التست. حنايا درنا واحد الكونفنسيون ولا كل نيغوسياسيون مع واحد المجموعه ديال لي لابوغاتوار على اسبانيا، علاين عندهم بزاف ديال لابوراتوريوس في اسبانيا كامله، بصح كاينين شي مدن ما فيهاش بحال اليكانتي ما كاينش، ولكن باش نحاولوا انه الناس اللي باغا تسافر يتقام عليهم الثمن ديال تيست رخيص فيه بي سي ار وفي تيست ديال سيرولوجيك، هما هي لي دو تيست اللي تيطلبوا لنا المغرب باش نقدروا نسافروا لبلادنا. هاد لي دو تيست كيتساوا 135 دولار.
حنايا درنا معهم هذا البري ب 135 الاورو. والمهم كيفاش انه الانسان يقدر يدير معك، كيفاش يقدر يتطبق هذا الثمن. الا مشيتوا لعندهم ديريكتومون مباشره لعند اللابوراتوار، فهذيك اللائحه اللي وصلتكم راه ما غاديش يعرفوكم جايين من عند ارغانيا ترافيل، وغادي يحسبوا عليكم الثمن اللي هما تيحسبوا. كل واحد شنو كيحسب، اللي كيحسب 180، اللي كيحسب 210، اللي كيحسب 170، المهم كل لابوراتوار شنو كيحسب. وثانيا انه ما غاديش يعطيوكم لا غارانتيه ديال ان التيست تاخذوه على 48 ساعه. ثانيا بغيت نشرح هذه القضيه ديال التيست ديال 48 ساعه والريزولتاتوس، غنفسر لكم كيفاش هي. الا مشيت انا كنت باغي نسافر نهار السبت، الا غنسافر نهار السبت التيست خاصني نمشي نديرو نهار الاربع. نهار الاربع غادي ندير التيست وغادي يعطيوه ليا كون سيغوريدات نهار الجمعه. كيفاش كناخذ التيست ديالي؟ حتى نهار اللي كتمشي دير التيست ديالك كتاخد كتعطيهم الدي ان اي ولا الباسابورتي ولا الريسيدنسيا، كتعطيهم داك النمره ديالك بها باش كتسجل. هما تيعطيوك واحد النمره ديال طوما دي مويسترا، كتمشي غير عندهم النهار الاول باش كدير دير التيست. ولكن ملي كتجي تخرج الريسولتادو كتخرجو من الانترنت، تدير ميغا لاب ريسولتادوس في جوجل كيخرج ليك، تكتب النيميرو ديالك ديال الدينيي ولا الباسابورتي ولا الترخيطة ديال الريسيدنسيا، وواحد النمرة ديالك ديال المويسترا اللي هما تيعطيوها لك، وديك الساعات تيخرج لك الريسولتادو ديال التست ديالك اللي درتي. ملي كيخرج لك الريسولتادو شنو تيجي فيه؟ تيجي فيه انه النهار ديال اللي درتي التست، اللي درتيه نهار الاربع، هو تيجي هما تيبداوه نهار الخميس، يعني تيجي كيبدا نهار الخميس وكيعطيوه لك نهار الجمعة. يعني ريالمنتي ما بين 24 و 48 ساعه، ولكن كون سيغوريدات 48 ساعه. ولكن باش نتوما تكون عندكم هاد السيغوريدات ديال 48 ساعه، يعني ضروري خاصكم تدوزو من عندنا باش يكون البريسيو 135، وباش يكون الوقت محدد ديال 48 ساعه، خاصكم تدوزو لعندنا حنايا، تعيطوا لينا في التليفون وحنايا تنعطيكم واحد التوصيل. بهذاك التوصيل هو اللي كتمشيو تاخذوا تديروا به المويسترا، كتعيطوا للابوراتوريو. ديك الساعه كنصيفطوا لكم اقرب لابوراتوار ليكم باش تعيطوا ليهم تاخذوا رونديفو. هو اغلبيه ديالهم بلا رونديفو بدون سيتا، ولكن من الاحسن، انا دائما تنقول من الاحسن ان الانسان يمشي يدير السيتا ديالو. وديك الساعات كتمشيو تعطيهم ديك الورقه وما تتخلصوهمش تما، كاين تكونوا ديجا كاين واحد النوميرو دو كوينتا فيها كديروا الانجريسو ديال 135 الاورو. هذه من جهه. كنتمنى انه شرحت لكم القضيه ديال لابوراتوار وانها بقات واضحه مزيان. القضيه ديال الطيران ولا غوياليغ ماروك وإير أرابيا، المهم حنايا كوم اجونس دو فواياج في هذه الساعه درنا هذه المبادره باش اللي احتاج شي حاجه نعاونو، نشوفو معاه، نعاونو يشوف البويلوس، يشوف الاوراريوس، التوقيت وداكشي. ولكن راه كلشي عندهم في لاباج ويب ديالهم، لا إير أرابيا لا غوياليغ ماروك. الا احتاجيتونا نعاونكم في شي حاجه، حنا راه الاشاره ديالكم، وهذا هو المضمون ديال هذاك الفويتو كله. حنا راه الاشاره ديالكم، يعني المقصود ديالنا كان انه نحاولوا نلقاو لكم شي بريسيو رخيص 135 الاورو لي دو تيست بي سي ار و سيرولوجيك. و الا احتاجيتو شي حاجه ديال في البياخي في البويلو، حنا راه الاشاره ديالكم باش نعاونوكم فاش ما بغيتو. وهذا هو المقصود ديالنا، وكنتمنى انه شرحت مزيان هادشي كله. الا كانت شي حاجه راه حنا راه الاشاره، وشكرا بزاف. شكرا خويا عثمان. نورمالمون هكايا مع إير أرابيا اون برينسيپ دابا يا نقدروا نديروا هادشي. لا غوياليغ ماروك علين طحت ليها كاع داك لاباج ويب في الساعه نو نهار يمكن لينا نقطعوا نهار لا، يعني جينيرالمون حسن يبداو يقطعوا في لاباج ويب هما ديريكتومون مع إير أرابيا. ماشي مشكله اون برينسيپ، ما عندناش مشكله نقدروا نقطعوا ليهم، فهمتي؟ ولكن حنا ماشي مشكله، ميم الا احتاجوا مع لا غوايال ايغ ماروك نقلبوا ليهم ونعاونوهم، راه ما كاين حتى شي مشكله خويا عثمان، فهمتيني؟ راه حنا نو اي بروبليم. كما سمعتوا ميرسي بوكو مدام سميه على التوضيحات. كنظن راه كل شيء واضح. يعني الانسان اللي بغى يقطع عندهم واللي ما يبغاش يقطع عندهم
حتى هو يعني يمكن لهم، هاد الناس هادو مشكورين يعني كيعملوا هاد الشيء هذا يعني خدمة للجالية المغربية والناس اللي عالقين هنايا، يعني قلبوا على لابوراتوار اللي عندهم الأثمنة مناسبة، واللي يمكن خوتنا المغاربة يعني كاينه بزاف ديال لابوراتوار يعني في عدة مدن إسبانيا، فعلا كاين مدن اللي ما كاينش. كنظن واقيلا راه وضحت كل شيء، ما عندي ما نزيد نوضح. شكرا للاخت سمية على هاد التوضيحات وعلى هاد التفاصيل، يعني هاد الشيء هذا راه شرحته لكم بالتفصيل، يعني كنظن ما كاين حتى ما غادي يكون حتى شي اشكال عند الناس اذا سمعتوا هاد الاوديو هذا، راه كل شيء يعني مبسط، وانا غادي ننزل لكم يعني الرابط فين تمشيو وتعملوا فقط النمره ديال الترخيص ديال الريسيدنسيا ولا الباسابورتي مع واحد الرقم ديال المويسترا ديالكم، غادي تعملوه وغادي يكون بالامكان ديالكم انكم يعني تخرجوا ديك التحاليل بلا ما تمشيو عندهم. هادشي هذا غادي ننزل لكم انا في صندوق الوصف. الاخوان اللي كيسولونا على التحليله واللي غادي يسافروا يعني في جران نافي، يعني في البواخر اللي ماجين من سات الفرنسيه ومن جنوا الايطاليه، حتى هما ما عندهم مشكل من ناحيه ديال التحليله، لان كيقول لك جران نافي تستأنف رحلاتها الى المغرب مع اجراء اختبارات على متن الباخره. هذا واحد البلاغ يعني نزلوه البارح. انا قلتكم الخبر اللي كيقول اصرت المملكه الشريفه على وضع اجراءات اختبار على متن جميع السفن التي توفر رابطا مباشرا مع المغرب من جنوة وسيت، بالاضافه الى نماذج التصريح الخاصه بالاختبارات لتشخيص عدوى كوفيد 19 من اجل تقديمها للسماح بالصعود على متن الباخره والسفر الى المغرب، كما ستجري الفرق الطبيه المغربيه المعينة اختبارات لجميع الركاب قبل النزول باتفاق مع السلطات المغربية. يعني بزاف الناس عاو كيسولوا على هذه القضية، هذه راه كاينه واحد البلاغ باللي التحاليل يعني كيعملوها في هذه البواخر هذو اللي كما كنعرفوا راه الرحلات طويلة، وراه عملوا كما كتشوفوا هنا في الصورة راه عملوا هاد لابوراتوار هنا في هاد الكاميونات كما كتشوفوا غادي يكونوا في داخل البواخر. وكما قلت لكم اخوتي يعني في المقدمه، يعني كاينه واحد العائله من العالقين هنا في اسبانيا راه في حاله يرثى لها، راه ما بقى عندهم والو، كانوا كيتسناو انهم يفتحوا الحدود على الخيزيرات كان امكانهم يمشي، ولكن كما شفنا هاد القرارات التعجيزيه اللي دائما كنقول ما يقدر عليها حتى شي واحد الا اللي عنده، اذا كانت هاد القرارات في الاول كان امكان الناس يعني يسافروا، ولكن من دازت 5 شهور عاد خرجوا هاد القرارات اللي هي صعيبه بزاف. هاد السيد هذا كيقول لي خصهم تقريبا 3000 اورو باش يمشيو من فرنسا، ولان هاد الناس بالسياره ديالهم، وهاد الناس كيطلبوا اننا نعاونوهم اللي في الامكان ديالو يقدم شي مساعده لهاد الناس هادو فراح مشكور. هاد العواشر هادو اخوتي يعني خصنا لابد نتعاونوا مع بعضنا، واذا شفنا شي واحد يعني محتاج وهذا، وهاد الناس هادو ما كيطلبوا حتى شي حاجه، باغيين غير يوصلوا للدار ديالهم، جايبين 5 شهور هنايا كراو الدار يعني، وكيتسلفوا دائما باش والله العظيم السيد كيقول لك يعني حتى الماكله راه ما واكلين شي مزيان، يعني ما عندهم شي. المهم انا غادي نخليكم واحد الجهاز الصوتي ديال هاد السيد والرقم ديال الهاتف ديالهم، وكذلك يعني انتم غادي تشوفوا جوازات السفر ديالهم يعني الطابع فوقاش دخلوا من داك النهار وما هنايا حاصلين. ودائما ما نساوش يعني نساء اللي عالقين، خصوصا النساء، كاين نساء ورجال ولكن النساء يعني اكثر، انتم شفتوا كيبكي وساكنين في القصدير وساكنين في ديك يعني لا حول ولا قوة الا بالله. وصافي انا قلت لكم راه والله العظيم اذا جريمة يعني في حق الانسانية هادشي اللي واقع عن هاد النساء هادو، والمشكل وهو حتى شي واحد ما كيهضر، يعني تقول هاد الناس ديالنا هاد المسؤولين واش ما عندهمش انترنيت، ما كيشوفوش هاد الناس، ما مسوقينش، وعاد هاد القضية هادي ديال التحليلة. دابا لنفرض الانسان يعني جا بوزيتيف، يعني واش غادي يسمحوه؟
وحنا كنعرفوا يعني اللحام ملي كيخنس كيهزو مواليه. شنو دابا العالقين دابا الجاليه واخا هما هنا مقيمين هنا، ولكن انسان عالق هنا لمده 5 اشهر لنفرض لا قدر الله، الله يحفظنا ويحفظ الجميع، انه عطى بوزيتيف، كيفاش براسك موت؟ شوف هادو كيكونوا بيك ولا ما فهمتي انا، واخا فيهم هذا راه يداووا، خصنا الدوله ديالنا تداوي هاد الناس، لان هاد الناس هادو محسوبين على الدوله المغربيه. شكون غادي يداوي هاد الناس؟ واش براسكم معاهم الاسبان ولا ولا فرانسيس ولا كل واحد وفين كاين؟ ما فهمتش هاد القضيه هادي كيفاش الصراحه. وهاد الانسان هذا كيفاش غيحس انا مريض الدوله ديالي تخلات عليا؟ براسك شوف شكون يداويك، شوف شكون يعالجك. المهم اخوتي كما العاده دائما نتمنى انكم تبارطاجيو معنا هذا الشيء هذا، ونخليكم مع واحد اوديو قصير مع هذا السيد اللي كيطلب منكم انكم اذا كان في الامكان ديالكم تعاونوه، وجزاكم الله خيرا. خليكم مع الاوديو ديالو. هذا الشيء اللي كاين اخي عثمان، ياه اللي عطى الله هو هذا وصافي. راه كان حنا كان عندنا دابا باش نمشيو على فرنسا كور، حنا مشينا اخي عثمان، راه والله العظيم ما كاينه حتى سنتيم، شي سنتيم ما كايناش باش تحرك عاد كوكان هذاك، وحنا مشينا فحالنا شحال تجلس دير، راه كل ما زدتي كتزيد عليك عين المصاريف والله العظيم، راه الكرا وزيد الموضة والمعيشه، المهم المعيشه راه عاقدين وصافي، والله العظيم راه عاقدين. الدراري هذه تقريبا قول 4 شهور ولا هذا ما كانوا الديسير، والله العظيم حتى واحد المنيسه قالت لي بابا توحش التفاح والشين والبنان، شحال ما كلينا والله العظيم، حتى الدموع خرجوا لي من العين. ايوا اللي عطى الله هو هذا، ما عندك ما تعمل اخي عثمان، اللي عطى الله هو هذا، كون عندنا كون حنا مشينا اخي. وهذا الشيء اللي قلت لك اخي عثمان، لو كان زعما تقدر يعني تعمل غير شي نداء حقا، لكن المهم واحد السيد راه وليداته هنا وهذا، ولا اللي يقدر يتعاون معاه، المهم هذيك الساعات لا بغيتي نعطيك النمره التليفون ولا شي حاجه. المهم حنا ما كرهناش غير البي اخي، غير البي يكون غير البي رخيص شويه ولا هذا، انسان يقدر يتسلف واحد 500 الاورو ويمشي. ولكن دابا بزاف والله الا خصك جوج ملايين ونص ولا منين غتجيبهم؟ مني شكون غيسلفك؟ انت عارف الظروف اللي هنا الناس هنا، شكون غيعطيك جوج ملايين باش تمشيو وانت عاد تمشي للمغرب انت باش غتردهم هذوك جوج ملايين؟ وخليها الله وصافي. ايه اللي عطله هو هذا. ايوا اخي عثمان الله يجازيك بخير اخي، الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين، لا قدرتي ما توقف معنا وقف معنا. كما سمعتوا اخوتي هذه عائله يعني متكونه من 5 ديال الناس، يعني 3 ديال الاطفال والزوج والزوجه، راه حاصلين هنايا، راه واخا حالين على فرنسا لان عندهم السياره ديالهم هنايا، ما قادرين شي، راه مين جاو هما كيتسلفوا، راه بقاو كيحشموا يتسلفوا. النمره ديالهم ها هي، اللي قدر يعاونهم في هذه العواشر فربي غادي يجازيه. ما نطولش عليكم اكثر، نهاركم مبروك اخوتي، تهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.